السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتنا كتير. عاملين النهارده تحدي بقى جماعي، فريق ضد فريق، انا والحاجه طبعا. هاتي كده حاجه، معلش. وبعد كده ام زياد بقى والحاج. لا مش لازم، احنا اللي هنكسب، احنا الابطال، هننتصر. احنا النهارده داخلين في الفرخه الامهات دي، الواحده وزن 6 كيلو، صح كده؟ مش هي الواحده 6 كيلو؟ طبعا يعتبر ديك رومي، بس الفرق ان ديك رومي ايه، بيبقى حاجات كده طويله عن حاجات، ما علينا. بس هو وزن 6 كيلو، المفروض انا والحاجه هنخلص قبلهم. ازاي بقى؟ بس هنخلص ان شاء الله. ان شاء الله طبعا ما تعرفش، ان شاء الله هكسب انا والحاجه. هنكسب ان شاء الله، مش مشكله، خليه يتمنى زي ما هو عايز. ممكن تعليق صغير يا حسن؟ على فكره اقول لهم واعرفهم ان دي ديوك ابهات مش فراخ امهات، دي ديوك ابهات مش امهات، عشان حاجات كده جامده. ما هم اللي متجوزين الامهات ديوك كبيرة. مات. يلا بسم الله، اتفضلوا معانا بقى يا حاجة، لازم نكسب، نعمل لهم عقاب قوي. طب يلا بقى، انت هتنتهي الحلقة؟ يلا احنا هنبتدي التحدي. يلا ما شاء الله، طبعا دي عملهم مزيد يا جماعة، ما تنسوش. بسم الله ما شاء الله، الطريقة طبعا على يومياتهم مزيد، انت حوسته. بسم الله الرحمن الرحيم. فراخ مش حلوة، فراخ جميلة. لا لا يا حبيبة قلبي، يا غالية. نزيد حتى عليك. انت الغالية. الله ينور يا ماما. ميرسي. أحلى ميرسي. بقالنا كتير ما دخلناش مع بعض. لو خسرتك هتعمل حاجه معايا؟ انا؟ ده احنا لو خسرنا على القدر ده مش هيحصل طبعا. هشيل عقاب مكاني. تعيش لي يا غالي. بس مش عايزين نخسر. يعني تتعاقب مرتين؟ ويعني دي امي هتعاقب 10 مرات كمان. شفت ابوك بعدني ازاي؟ هنتقل. اي حاجه. علام بداية وحياة عيني، انا اللي معلماه. ابن الوزع وين؟ ما شاء الله روكي كبير. مش فراغ جوك امهات. فلت من التحينة دي حسن؟ لا مش عايز. هتفتح نفسك بمشتت. الفراغ ما شاء الله متحقق احل. مش محتاجة طحين. بعلمك سنانة أكل منها هي. لحم البطة. بقول لك حاجة. نعم. الفراخ دي بتبيض ولا بتولي؟ ما نعرفش. ولا بتبيض ولا بتولي. ما نعرفش يا ماما. ده ديك يا بابا. دي أمهات. يعني ايه امهات اسرائيل؟ يا ماما ما تعرفش، بيعطلنا. يا عم انا بقي شغال. بتكلم انا بقي شغال. طب بتشرحي لنا طيب. احنا فين من كده؟ عشان ام زياد زعلتها مش عارفه. انا مش هقول لك على العقاب ولا منال. هتعاقبيني يعني؟ انت مش بتقولي مش هرحمك؟ انت؟ انا قلت كده؟ مش اسرائيل؟ لا. انت بتاكلي اسرع يعني الصدر ولا الورك؟ اي حاجه. الاسرع ايه؟ اي حاجه. طيب انا هخلصك بقى من الصدر، ثقه في اللي انا جايح. هاتي هاتي هات ال هات. ما توقفيش نفسك. الله 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 الله، هنا دول جمال جدا. صدقت احنا حلوه لما بتاكلي بيها كده بتساعدك. بتندغ معايا. الله 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 الله. خلاص ما ده اللي كان كيك. بعد ايه بقى؟ شجعني. انا بشجعك حبيبتي. احنا الابطال. ابوك عايز حاجه ومحمد ايه؟ ابطال. لا عمك. ده جد. بيت نص الفرخة بالطبع. هفتش على عظمك. فتش يا حبيبي. عمالة تفتح. على مين؟ عادي. بقول لك ايه؟
الحته دي مني. هات يا حبيبي. استنى كده. الست هنا فيها شطه. لا. حلو. سدي سدي طالع عن الورك. اه. اي حاجه تعجبك في الفرخه كلي منها. تسلم لي. انتوا عيلتي. واسرتي. عاوزين ناكل. عايزين ناكل هنخسر. متشابه بتكلم بيها. لا هنخسر. ويعني. انتوا حبايبي اللي ترتبكم الدنيا. اما نقعد 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 ربنا يخليكم ليا. واحد مني نخلص التحدي هروح اجيب لك شويه لب وسداني ونقعد نتفرج على ايه؟ مسلسل هندي. قول لك شبه تعبر يلا. هنعبر مع بعض بس اما نخلص. هم اللي عايزين لو عايزين فين نتكلم فيه وكلام تعبير يقولوا احنا نعمله. لكن ده تحدي عاوزين نكسب. على فكره يا محمد يا حبيبي شبه تعبر يلا. امك بتحب تتكلم وهي بتاكل. فسخ 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 بس ما شاء الله انا بعمل كده بطلع حته كبيره يعني. ميرسي حسن. قرب نخلص بس. ابونا معايا اي حد ولا ايه؟ احنا الحكومه. محدش يقرب يقرب للحكومه. انت الحكومه طبعا ولا رئيس الحكومه؟ انت رئيس الدوله. انا الداخليه كلها. الله 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 كده يا بندق ما بيبلعوش. جميله والله. اما بتحسبني شكلنا ندي في غيعه خلص. والله هو مزيد خلصت هي والحاج صار لهم بسبوسه. الصدر كله قدامهم هنا اهو. انتوا السابعين. استنونا يا بابا شويه. ده حصل لنا بكتير. سد زي بعض. يا ابو واحد. ابو عابر ما تسيبيش ايده. هات يا عسل. احنا في تحدي لكن احنا اخوات. والله ما تكسف ايدي اقسم بالله ابدا. شايفين الاخوات بس بتاعتي اصغر. ما انا كريمه. تكسفش اختك يا عشان كريمه لازم اكرمك. طبعا. كلامك يمشي عليهم كلهم. طبعا بعدين. ده انت امنا الغني. يلا هاكل في الفلفل كده يبقى شكرا. باكل بستضعف. الاكل ده ليه برضه ناشف. تيجي تكمل؟ تعالى بسرعه تعالى كمل مكان. انا باكل اهو. والله جميل الغابه بجد. احلى حاجه كمان الطحينه دي. طلعت طريقتها سهله جدا. خدت مني وقت؟ لا انت انتوا ضفتي حاجه جديده احنا ما كناش بنعملها. الزبادي. حتى محمد كان معترض في الاول. كان بيقول ما تعمليش حاجه ان احنا ما نعرفهاش. قلت لكم في الاخر. احنا مسابقين بس هم عارفين ليه. احنا خلصنا اصلا. هتنسحبوا؟ لا. ما انتوا بتقولوا تعالوا نفوزنا ليه؟ احنا اتكلمنا. عندنا صدر فدي يا عم. لو عايز تنسحب عادي احنا مش هنعاقبكم يعني. فتصم علينا. احنا هنهزر معاهم شويه وخلاص. انت واخد معاك النص الحلو بتاعي عاجبك ازاي؟ يا سلام يا سلام يا سلام. وانا واخد النص الحلو بتاعكم هعاقبكم ازاي؟ عملت لي يا رب ينسحب. ينسحب مين؟ احنا خلصنا على فكره. احنا خلاص فاضل الحتتين دول. وممكن ينسحب. عايزين هو الشفه دي من الصدر. انا اعوذ بالله من كلمه انا مش هحاسب مش هعاقب اللي حاسب. يا عيني يا عيني. المشكله ان هم مش هيعاقبوا الا لما يهربوا. شاهدين؟ شاهدين انا لما بكسب بعمل ايه؟
ولما بخسر بيعمل فيها ايه؟ مش هتكلم. ما يا ابني انا ما اقدرش، انت واخد قلبي معاك هنا. انا شال ازاي كل اهو في حد بيمشي من غير قلب؟ انا دلوقتي مش من غير قلب. يلا بس يلا، عارف لو انت مش جنبي كان زماني وقت هنا دلوقتي. انما انت بقى ايه؟ مصبرات. يلا خدنا شويه. يا سلام، اجيب اتنين ليمون. انت بتجيبي ده منين؟ خلص احنا قربنا نخلص بقى. مش هتعملي من سحابكم؟ انا سحبت. احنا خلصنا خلاص. واحنا بتوع انسحاب. ما شاء الله مع انها بتاخد سوا وعظمها ناشف بس بتبقى قطعها ازاي؟ ما شاء الله عليها. كنت انت خايف من الطريق. لما اقول لك حاجه تثق فيها على طول. لا خلاص كده. انا حاجه ده نور. ميرسي يا حسن. تفتكر هيكسبونا؟ لا طبعا. لا هيكسبونا عشان هم خلصوا اصلا. هم كسبونا. احنا فرختنا خلصت اهي. نظفها قدامي. انتوا اللي قلقتوني عملت ما تعمليش الطريقه، احنا عايزين الطحينه بطريقتنا خلاص اللي ما خسرش. بعد كده تخشي مع البطل. دلوقتي احنا محتاجينها. لا وحسن بياكل. انت بتخشي مع البطل بتخسري؟ لا. يعني المشكله عند مين؟ المشكله في حسن ما كانش بياكل. لا حسن بياكل. ده ما فيش غير حسن هو اللي كان بياكل. انا اللي مكسكسه. بايه؟ انا اللي متكسكسه. متكسكسه. انا بتقرا في العنوان امي متكسكسه. مكسكسة احنا يعني مكسلة يعني. متأخرة ورا. كسلانة يعني. مكسكسة يعني مكسلانة. انا منسحب. معلش انا اسف. انت اكلت برا؟ انا فطرت عادي وكلت بس واقدر اخلص بس هما مسابقين. هما خلصوا. ابطال ابطال. هم خلصوا اللي هم كام حته بس كده نسيت. هم كبار عننا. الحكومه وقعت. الحكومه ما بتقعش بس الداخليه بتتفرج. الحكومه وقعت. صحيح يطمنا غلط. خلاص يعني منسحبين؟ انا منسحب بقى الحاجه بقى تشوف. منسحب يا ماما؟ اعمل ايه طيب؟ انت مش هتقدر تكملي. ازاي عليه العوض ومنه العوض. هو واقف بالبصره. لا اله الا الله. خلاص انا متسحب. يلا سيبنا احنا ابطال. حظهم بقى يا ماما. خلاص بقى نسيب لهم الفيديو ده. يعني الفيديو ده هم اللي كسبوا فيه مش مشكله. يا جماعه الحمد لله احنا كسبنا. هنلم سفرتنا وهنرجع لكم تاني علشان نعاقبهم. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني للعقاب. ايوه ورجعنا لكم تاني للعقاب. احنا اللي كسبانين. احنا الحكومه. ايه احنا اللي كسبانين. مش احنا اللي انسحبنا. رجعنا تاني للعقاب وفي عقابين. انا هعاقب الحاجه ومزياد هتعاقب حسن. ابدا انت يا مزياد عاقب حسن بالطريقه اللي انت عايزها. طب ما تبدا انت يا بابا عاقب امي بالطريقه اللي انت عايزها. خلينا للاخر. ما انت عشان ناخد منك خبره برضه. لا ده انا هتبقى مفاجاه مش على بالي خالص. دول هيقسموا علينا ايه ده؟ يا ترى يعملوا فينا ايه يا ترى؟ انا عاقبك يا حسن. ايه انت عامل عليك الحفله النهارده؟ العقاب ايه يعني؟ عشان ابقى عارف. العقاب مين اللي هيعاقبني؟ صباح هتعاقب. صباح هتعاقب. ايه ده؟ ماك ايه ماك ده؟ شركة عالمية انت مش عارفها؟ لا ما بناش من كده. احدث صيحات الموضة. لا ما بناش من ده. لا في هي تختار العقاب اللي على مزاجها وانا هختار العقاب اللي على مزاج الام. غلبونا. يا وعد السوداء يا ام. يا ابو زياد اديك 10 جنيه. بس لا. اديك 10 جنيه. لا تزهق شوية. 50 جنيه. هديكي 50 جنيه. انا اديك اللي انت عايزاه. اللي انت عايزاه اعمل ايه؟ ايه ده؟ تعالي لي.
طب تعالي مكاني. طب ما تشوفوا عقاب تاني غير ده. ايه؟ شوفوا عقاب تاني غير ده. ده انا هعمل خريطه كده مش هعمل مونيكير ده. يا زيد تشوف حاجه تانية يا عم خالص. عشان ابوك بس والله العظيم قال لي لازم انت عاجبه. شوفي عقاب تاني. قال لي لازم انت عاجبه حسن. قرب عليا. لازم؟ لا هتقرب ضعف. لا. ده مونيكير. تعالى قرب. لا مش هينفع كده. لا ما تخليهاش تتعب وتعمل مجهود انا ما بقاش تتعب والنبي اه دي مونوكير تحط له في وشه مش مونوكير يا مونوكير لا والله دروش لا اعمل لك علامه صلاه اهدى اه علامه صلاه تضحك عليك ايه ده انا عارفه ايه ده وريني كده يا انا يا حبيبتي السوداء يا ماما استنى بس استنى بس ايه هتحط لك ده هيبقى اسود هيسودني ده يا عم قرب يا عم بتعمل بتعملي ايه يا عم استنى يا عم هرسم لك حاجه حلوه كنا بنعملها زمان في المدرسه ايام الدراسه بترسمي ورده لا يا عم استنى يا عم ورده ايه استنى بقى ما تحركش ان قرتك فيها مطبوط هو يا رسمه ايه؟ وردة الله ايه ده؟ عملتك وردة الحاجة قاعدة خايفة دورك ايه؟ دورك جايز دوري بقى هيعمل فيها ايه؟ هيعمل فيها ايه؟ ما خلاص ايه ده؟ ايه ده؟ ما بيطلعش خالص؟ ايه ده؟ المخرج بيقول لي ما بيطلعش النوع ده هو ايه ده؟ انا مش عارف اعمل لك ايه تاني؟ طب تعالى تعالى كملي كملي هو ايه ده مش مهم ايه ده انا اعرف عشان انت تعرف قلم روش قلم روش لا ده كحل احمر بيحدد الحواجب ما تدققش ما تدققش تحديد شفايف مش هينفع انت بتلعبي في وش البخت ده هتعمل لك بلياتشو عارفه المفروض يعمل ايه عارفه المفروض يعمل ايه مزياد زبت كمان بتاع زمان بقى شبابه حظ الله بتهيألي كده كفايه ولا ايه؟ مش عارف يعني مش عايزين نبوظ الحاجات دي وصار كفايه قوي ماشي كفايه عملتك بلياتش عقابك بقى يا ترى يعمل كده يا جماعه استرقفا بس بحسن اما اشوف الحاج هيعمل فيا ايه استرقفا ماشي يلا حاج عملنا بلياتش عقاب الحاجه اللي هو بتاعي اه انا مسامحها ايه؟ ايه ده؟ لا مش هينفع مش هينفع ماليش دعوه وانا مسامحك يا ام ايه ده؟ برافو برافو لا مش هينفع لا انا حر ده هي اللي خسرتني ما كانتش بتاكل ما كانتش بتاكل ده انت كنت بتقطع وبتديني ايه؟ ايه؟ ما انت عاقبتيه عاقبه تاني ايه المشكله؟ لا يشيل مكان امي لا لا انا مش هتفرج على فيديوهاتك تاني تقدر؟ عقاب امه لا اديك ديسلايك اديك ديسلايك يعني هو يسامحني وانت ايه رايك؟ لا حد يشيل عني في حد يتعاقب بدل واحد انا عاقب امي لا ما تعاقبش امي يبقى عاقب حسن ولا حسن انت عاقبت حسن يعني انت سبت الليله كلها وانا عاقبت حسن ده انا عاقبت عقاب خفيف على اساس ان انت هتعاقب يبقى احنا الاثنين عاقبناه اه يبقى في نوع من الايه فتره شويه اه والعنصريه انت فاكر ان انا بقيت مفتريه لا لو انا عاقبت يعني انا تعديت منهم لو انا يعني انت خدت حقك هو تنزل حقكم انت خدت حقك لا مش كده لا تعالى يا حسن هات منديل انا همسحه وهسامحك هات منديل لا لا امسحه وسامح يلا اشمعنى هم يعني هم هيضحوا يعني وانا لا ده لخبطه تنزيل المنديل عامل ازاي هو انا وشي كده ايه؟ امال ايه؟ عاملك بلياتش هو انا وشي شبه المنديل؟ يا حسني الصدى يا انا ياما تعال انا اظبطه لك تعال ماشي يلا اختي حبيبتي يعني هم هيسامحوا واحنا اللي بعزمها في اي مكان ما خلاش تحاسب دوس لي بقى لايك بعد كده هدخل فيديوهاتها وهديها لايك دوس لي لايك اللي عايز يشوف الطريقه يروح على الموزيات طريقه الميك اب وطريقه البلياتشو اي طريقه بغسلها بقى على الحوض عشان حسن بطل حسن برينز مين اللي بطل يا حاج حسن اتبهدل محمد
محمد هو محمد اللي كسب. محمد انا لسه ده انت لسه قاعده. لا يعني ما بيخ دلوقتي في القعده. ما اعرفش محمد عمل لها ايه. انا اول مره ادخل تحدي مع حسن خسرتيني. خسرنا احنا الاثنين. انا كنت لسه واكله وهو لسه واكل. حسن يا سند الزود يا عايز تسود يا يما. مين البطل في القعده دي؟ محمد جابر. عسل يا معلقه معاه محمد جابر. عسل تعمل ايه؟ يلا يا اسطى بعد الخسرانين يلا نمشي. يلا بينا نمشي. انا بقى اكسبك وتفسح. انا بتاع عليا. يلا بينا نمشي يا محمد. قلت لك انا بتاع عليا. يلا تخش اضغط لايك اشترك في القناه فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اعملها اشعارات للكل اعمل في الاكونت الانستغرام اللي انت لسه مش عامل فولو. يلا بينا. السلام عليكم.